بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء أيضا في المرحلة الرابعة، محاضرتنا اليوم السكول هيلث. وطبعا السكول هيلث يعتبر هو الكورنر ستون في الرعاية الصحية، الحجر الزاوية في الرعاية الصحية الأولية. في الرعاية الصحية الأولية يعني في صحة المجتمع، يعني تعرفون أنتو الرعاية الصحية الأولية هي أول نقطة اتصال بين المواطن والنظام الصحي. فسؤالنا يعني شنو أهمية الهيلث سكول هيلث سيرفيسز في الرعاية الصحية الأولية، أو لماذا الرعاية الصحية الأولية تستند بشكل كبير على السكول هيلث سيرفيسز؟ لماذا تعتبر حجر الزاوية؟ ليش؟ لأنه أول شيء تغطي نسبة كبيرة من البوبوليشن، النسبة الكبيرة تقريبا 51%، إنه لأنه هذا العمر يعني هذه الخدمات تشمل لنا الأعمار من عمر الروضة الكندر جارتن تو ذا جراديويشن فروم ذا يونيفرسيتي، يعني من عمر الروضة إلى عمر التخرج من الجامعة. فأنتوا هذه الأعمار تشوفون يعني هذه النسبة تقريبا 51% من البوبوليشن تغطيها السكول هيلث سيرفيسز. فاذا يعني اهتم او اللي تعتبر الكورنر ستون في الرعايه الصحيه الاوليه، يعني السكول هيلث سيرفيسز تغطي لي النسبه يعني لارج سيجمنت اوف بوبوليشن، اتس كفر ذا لارج سيجمنت اوف بوبوليشن. اللي بحثها انه تعتبر هذه المدارس، يعني تعتبر هذه المدارس هي البليس، يعني البليسز تو هيلب سيبريت كومينيكابل ديزيزز، تعتبر المدارس الوسط الجيد لنقل الامراض المعديه. وبالتالي اني من اركز على الخدمات الصحه المدرسيه، اذا اني راح اجنب يعني احقق نسبه عالية من الوقاية من الأمراض المعدية. سكرينينج أيضا للكيسز suffering from congenital defects through periodic examination، راح أكتشف أو أشخص الكثير من الحالات اللي هي تشوهات ولادية من خلال الفحص الدوري اللي يجرى في المدارس. سكرينينج the cases suffering from specific diseases، يعني بعض الامراض تكون يعني احنا نعمل لها الايرلي ديتكشن، نعمل لها الايرلي ديتكشن اللي هي سواء كان هذا الاطفال هم عندهم هذا المرض او they are risk، يعني مثل من مثل الديفنس او slow learning صعوبة التعلم او التعلم البطيء. السكول health services عفوا الاوبجكتيف مال السكول هيلث سيرفيسز، الهدف الاول انه اني راح اغطي نسبه مثل ما قلنا نسبه عاليه من البوبوليشن. الهدف الثاني minimize the severity of communicable diseases، هي نفسها الكوميونيكيتيف يعني الكوميونيكابل ديزيزز. وعندنا الهدف الثالث هو to diagnose all the environmental deficiencies، احيانا اذا عندنا فد ريسك في البيئه او عندنا مشاكل بيئيه مثل من المشاكل البيئيه مثلا البنايه تكون عائله للسقوط، السلالم غير يعني غير امنه، وضعيه الحديقه خلينا نقول او ساحه اللعب تعرض الاطفال للكسور او للسقوط. فاذا هذه احنا نشخص الانفايرمنتال ديفيشنسيز من خلال السكول هيلث، يعني موجودة ضمن الأهداف. أيضا نشر الوعي البيئي الـ Health and Environmental Awareness for Students, Academic Cadres and Staff in School، أيضا نشر الوعي البيئي، نشر الوعي البيئي بين الطلاب بين الهيئة التدريسية، وبالتالي نقلها الوعي البيئي لنقلها للأسر. طيب ما هي السكول هيلث سيرفيسز؟ ما هي الخدمات التي تقدمها السكول هيلث سيرفيسز؟
الايرلي ديتكشن اند تريتمنت ميديكال كونديشن، من خلال يعني معالجة وتشخيص واكتشاف الحالات المرضية عند الطلاب. دايجنوسيز السكول انفايرمنت اوف ديفيشنسيز مثل ما ذكرناها، تشخيص المخاطر البيئية. مينيمايز سبريت اوف كوميونيكيتيف ديزيزز، يعني تقليل او الحد من نشر الامراض المعدية. ريجوليتد تيث كير، ايضا العناية بالاسنان، العناية بالأسنان طبعا هذه بشكل دوري يكون كل 6 أشهر. To invest the academic supervisor as primary healthcare leader، تدريب الكادر التدريسي بحيث يكونون كقادة في مجتمعهم بالوعي الصحي. Early detection of handicap، تشخيص الحالات حالات الإعاقة، تشخيص المبكر لحالات الإعاقة. أيضا Early detection للslow learning، حالات الفهم البطيء او قله القابليات قابليه الفهم لدى الطلبه. Refer students suffering from psychological and behavioral problems، ايضا يكتشف بعض المشاكل النفسيه عند الطلاب وبالتالي احالتهم الى الدوائر او الاوفيس اللي هي مختصه سواء كانت socially or psychologically. ايضا فلو اب للفاكسين، عمليه الفاكسينيشن ايضا مهم اكمالها خلال يعني اكمال برنامج اللقاحات من خلال الصحه المدرسيه. الكوردينيشن، التنسيق مع السكترز الاخرى اللي هي ذات العلاقه، التنسيق مع السكترز الأخرى اللي تهتم بالصحة وتقديم الخدمات لحتى نحصل على الكواليتي اوف سيرفيسز. أيضا تريننج أكاديميك سوبرفايزر، يعني حتى يكونون قادة، تدريبهم حتى يكونون قادة في نشر الوعي الصحي. إجراء الدراسات المسحية، ستديز جايد سيرفي ذات انهانس بيرفورمانس، ايضا يعني اجراء الدراسات المسحيه اللي تساعد في تحسين الاداء. وستو سترايف رندر، يعني الكفاح بحيث تبقى المدرسه هي منار للمجتمع، وايضا منار للمجتمع من الناحيه الصحيه ومن الناحيه الفكريه. هذا اهم النقاط اللي يجب أن نركز عليها طلابنا عيني في مجال الصحة المدرسية. شكرا جزيلا لحسن استماعكم.